عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غنديروا الكور ديال الالكترونيك على الموقع www.exomaroc.com، اول موقع تبع لك دراسة عن بعد وبالدارجة المغربية. اليوم نشوفوا تيوريم دو نورتون. الدرس اللي فات شفنا تيوريم دو ترنل، نفس المراحل تقريبا بالنسبة لتيوريم دو نورتون. اش كتقول لك تيوريم دو نورتون؟ كتقول لك عندك واحد السيركوي عبارة على واحد ريزيستونس وواحد امب وواحد سورسات، كنردوه سامبل عبارة على واحد سورس دو كورون اون باراليل مع واحد ريزيستونس ار ان. بالنسبة لهاد الاكزومبل هذا غادي نطبقو فيه المراحل باش نحسبو لو كورون و ريزيستونس باش يجيكم الشرح ساهل. كما درنا في تيفنل، المرحلة الاولى باش نحسبو لو كورون اي ان اي ديال نورتون، هي اول حاجة في دو ا بي خاصو يكون ايغال ا زيرو، طونسيون اللي ما بين ا و بي خاصهم يكونوا صفر، يعني انه خاصو يكون فيل الكتريك ما بيناتهم، فيل الكتريك. ها اول مرحله هي انها خاصها تكون فيل الكتريك. الى بقيتوا عاقلين في تيوريم دو تيفنل، قلنا ان ما بين ا و بي خاصو يكون لو كورون ايغال ا زيرو، وقلنا ان ما بين ا و بي الا كان شي حاجه بيناتهم خاصنا نحيدوها ونردوها سيركوي اوفير، يعني التيار ما كيدوش، يعني التيار ايغال ا زيرو في هاد دو بورني. اما في تيوريم دو نورتون طونسيون هي اللي خاصها تكون زيرو، يعني انه خاصو يكون واحد الفيل الكتريك ما بين دو بوان ا اي بي. ثاني مرحلة وهي أننا لو كورون خاصنا ما بين هذاك في الإلكتريك اللي صايبنا خاصنا نمريو فيه واحد لو كورون دو نورتون اللي بغينا نحسبو. المرحلة الثانية كما كتشوفو غادي نديرو إي نورتون. المرحلة الثالثة غادي نحسبو شحال كتساوي إي نورتون. صافي، ثلاثه د المراحل سهله جدا. نشوفوا بحال هاد ليكزامبل كيفاش نحسبوا اي نورتون. كما كنشوفوا ان ما بين هاد ا و بي او ار ان اون باراليل، واشنو قلنا؟ قلنا ان فيل الكتريك كيكون عنده ريزيستونس ايغال ا زيرو، يعني الريزيستونس ديال هذا ايغال ا زيرو، والريزيستونس ار 2 عندنا القيمه ديالو، يعني ار 2 يعني اون باراليل غتعطينا ايغال 0. علاش؟ لان الا درنا ار 2 فوا 0 على ار 2 بلس 0 ايغال ار ايكيفالون ايغال 0، يعني انها ايغال 0، يعني ان هذا يولي سيركوي عندنا بحال هذا الشكل، هذا نسميو هذا ار 1 هذا ار 3 وعندنا واحد في الكتريك ما بين او بي. لان قلنا الا كان ار ايكيفالون ايغال 0 وشكون هي 0؟ هو واحد في الالكتريك، او لو كورون ديالنا نتاع نورتون كتساوي لي ديزا ما بين ا و بي. كما كنلاحظوا على ان الا درنا كيرشوف لوا دوماي، اش كتقول كيرشوف لوا دوماي؟ كتقولك ان او لي هنا نديرو حنا عندنا واحد طونسيون قيمه ديالو او، يعني نقولوا ان او ايغال ا اي نورتون اللي بنحسبو على ار 1 بلس ار 3، نعملو بهذا تعطينا اي نورتون كتساوي او على ار 1 بلس ار 3. كنلاحظو على ان النتيجه نتاعنا لقيناها. دابا نشوفو كيفاش نجبدو ار نورتون. دابا جبدنا اي نورتون، دابا نشوفو الريزيستونس تاع نورتون كي جبدو. نمحيو هاد المراحل اللي درنا بالنسبة ل اي نورتون، قلنا ان هنا كنفتحو هكا. اول مرحلة باش نجبدو ار نورتون وهي اننا الى كان عندنا اول مرحلة الا كان عندنا في السيركوي، في هذا السيركوي الا كان عندنا واحد سورس دو طونسيون، يعني كيعطينا واحد طونسيون، يعني ديك الطونسيون يعني ان الطونسيون خاصها تولي صفر،
ياك يعني ان هذا السيرج دو طونسيون خاصنا نحولوه لواحد الفيل الكتريك، واحد الفيل الكتريك يعني. وإلا كان عندنا سيرج دو كورون خاصنا نحولوه، خاصنا لو كورون خاصو يكون كيساوي صفر، يعني نحولوه لواحد سيركوي اوفر. سيركوي اوفر كما كتلاحظوا. شكون هو السورس دو طونسيون؟ باش نرجعو بعدا السورس دو طونسيون، السورس دو طونسيون هو اللي كيعطينا الطونسيون، كيكون سيمبول ديالو اما بحال هكا، هذا راه هو هذا، وهو هذا، صافي. هاد السيمبولات بثلاثة راه نفس السيمبولات، غير هذا قديم وهذا قديم، هذا هو النوفيل، هذا هو الجديد، فهمتي؟ وبالنسبة للسورس دو كورون، عندك السيمبول ديالو كي كيكون اما كيكون بحال هكا، هذا راه هذا هو جديد، هو اللي كنخدمو به، وكاين بحال هذا هكا، وكاين بحال هكا، يعني اي بروف يقدر يخدمك بهذا، يخدمك بهذا، يخدمك بهذا، الا خدمك بهذا غادي يخدمك بهذا، فهمتوا؟ الا خدمك بهذا يخدمك بهذا، الا خدمك بهذا يخدمك بهذا. نكملو الكود ديالنا، ايوا هاد البارتي هادي. اش قلنا اول مرحله الا كان عندنا سورس، عندنا فهاد السيركوي سورس دو طونسيون، غادي نحولوه لواحد فيل الكتريك كما كنلاحظوا. المرحله الاولى ديالنا كنحولوه لفيل الكتريك، احنا حولناه لفيل الكتريك. ثاني مرحله كنحسبوا ار ان ديالنا كما كنلاحظوا، على ان عندنا هاد السيركوي هذا، هاد السيركوي هذا ار2 اون باراليل مع ار1 و ار3، كما كنلاحظوا ان هنايا هنا عندنا ار1 و ار3 اون باراليل اون سيري، يعني هاد السيركوي غادي يرجع بحال هاد الشكل هذا هيك. بعدا ا بي غادي يكون ار2 و غادي يكون ار ايكيفالون، R إيكيفالون 1، سميوها R إيكيفالون 1، حيث أن R إيكيفالون 1 شحال كتساوي؟ كتساوي R1 بلوس R3، لأن هذا أون سيغي، أنت كتشوف راه أون سيغي. دابا نشوفو R نورتون، يعني أن R نورتون هذا خاصنا نحولوه لواحد R نورتون، R نورتون شحال كتساوي؟ كيما كنشوفو أن هادي أون باراليل، هي أن إر إيكيفالون أن أون باراليل مع إر أن، يعني شحال كتساوي؟ عندنا إر إيكيفالون أن كتساوي إر أن بلوس إر دو، إر أن بلوس إر تروا كفوا إر أن عامل على إر فوا إر دو، إر دو و ار ار 1 بلس ار 3 بلس ار 2، صافي لقينا ار نورمال. كنشوفوا انها سهله بزاف، احنا جبدنا اي نورتون، اي نورتون قلنا ان المرحله الاولى كنحددوا دو بون ديالنا، كنديروا واحد الفيل الكتريك، ثم كنديروا لو كورون ديالنا اي ان، ثم كنحسبوا لو كورون نتاعنا. بالنسبه للريزيستونس اشنو كنديروا؟ كنديروا اول مرحله الا كان عندنا سورس دو طونسيون يعني كيعطينا واحد طونسيون، كنديروا فيل الكتريك، والا كان عندنا سورس دو كورون كنديروا واحد سيركوي اوفر، يعني كنحيدوا الباتي كتبقى خاويه، وكنحسبوا ار ان نتاعنا. بالنسبه لهادي راه ار2، هنا غلطنا في اللفظ، هنا راه ار2 ار2، حيت ان عندنا ار1 و ار3 اون سيري، ها هي عطاتنا ار ايكيفالون بقات ار2، هادي حتى هي ار2 و ار ايكيفالون مع ار2 اون باراليل، صافي عندنا ار ها هي ار ايكيفالون اون باراليل، وحسبناهم هي هاديك صافي.